طب دكتور، من يلي عم نسمعه صار كأنه المحمول بيعبر هو مزبوط عن شخصيتنا، يعني نحن هو وهو نحن من خلال اختيارنا للرنة للكفر للابليكيشنز. قديش بالفعل أنا اللي بلاقي موبايل وببص فيه ممكن أعرف الشخص اللي مقابلي أو نفسية الشخص اللي مقابلي؟ والله دوت حقيقي فعلا، يعني حتة ان انا اقدر اقيم الشخص واقدر احدد شخصية الشخص اللي قدامي من خلال التليفون ده فعلا واضح من خلال كذا حاجة. يعني مثلا لو خدنا على سبيل المثال موضوع الرنة زي ما حضرتك قلت كده، بنلاقي مثلا بعض الناس بيستخدموا الرنة التقليدية اللي هي موجودة على التليفون، فده حد ما بيحبش تطوير، يعني بيحب يكون تقليدي، ما بيحبش كلاسيكي. يعني بالظبط كده. في ناس ثانية اللي هو ممكن نشوف الصفة بتاعتها ان هم ناس مكتئبة شوية، فالناس دي دايما بيحطوا اغاني حزينة، موسيقى حزينة جدا، في ناس بيحطوا حاجات مضحكة ونكت والكلام ده، الناس دي بتحب المرح وتحب الخروج فاذا انا ممكن احدد فعلا الشخصية اللي قدامي من خلال رنة الموبايل بتاعها، ممكن احددها من الاكسسوارات بتاعت التليفون. لانه يعني فينو بحطوا احجار وشواروفسكي وبلمع فهو كل واحد بيحاول يعبر عن شخصيته بالجراب او بالحاجه اللي هو بيستخدمها ديت، فنلاقي مثلا ناس بتعمل جماجم وتلاقي كده الجراب عباره عن زي جماجم وحاجات زي كده، فهو بيعبر عن الشخصيه بتاعته. ممكن يكون الشخص ده مثلا عنده ده اللي هو الجانب الايجابي، يعني ممكن يكون شخص مثلا متضايق شويه يقول لك لا انا احط مثلا نغمه تكون ايجابيه فتبدا تغير لي المود اللي انا فيه. وممكن شخص تاني بقى ده اللي هو الشخص اللي بيكون عنده مشكله فعلا بيبقى الرنه بتعكس اللي جواه، فتلاقيه كل شويه بيقعد يغير الرنه. بس هنا برضه عايز اقول نقطه مهمه، ان مش معنى ان انا مثلا مشيت في الشارع دلوقتي اول ما الاقي حد مشغل اغنيه حزينه اقول له على فكره انت عندك اكتئاب، او شخص مشغل مثلا اغنيه كويسه فاقول له انت شخص فريش يعني او كده، لا هو هنا الموضوع مرتبط بالتكرار. يعني هل هو فعلا على طول بيشغل الاغاني الحزينه ديت هذا النمط على طول؟ بالظبط كده، اقدر هنا ساعتها احكم على الشخصيه ديت واقول ان ده ليه مدلول نفسي عند الشخص ده. يعني الشخصيه الكلاسيكيه ما كثير بتحفز اصحاب الشركات، صح؟ يعني اكثر الشخصيات او الانماط اذا بدك اللي قابلين هيك للتغيير، صح؟ طبعا. وطبعا هضيف برضه على كلمه الدكتور، من ضمن الابحاث اللي بتعملها الشركات المصنعه وهي ابحاث التطبيقات نفسها. بنشوف الشخص مثلا اللي بينزل تطبيقات معينه، وفي طبعا تطبيقات بتبقى ستاندرد او عامه لينا كلنا بنستفيد منها، ولكن بعض الحاجات بتبقى خاصه لاشخاص معينه. هنفترض مثلا حد ابتدى ينزل ابلكيشنز عن الرياضه، عن الصحه والغذاء الصحي، عن الطبخ. بالظبط. لا مش الطبخ بس، هو الغذاء الصحي. فبنكتشف على طول ان الشخص ده شخص رياضي، فبرضو زي ما تفضل الدكتور ان احنا بنكتشف الشخصيه من الابلكيشنز الخاصه اللي بتبقى جنب الابلكيشنز العامه اللي كل الناس بتستخدمها. حتى الاهتمامات، يعني على سيره الطبخ، يعني او على سيره اللي بدهم يعملوا دايت، انا هيدي كمان اكتشفت، او بده يوقف التدخين. مزبوط. يعني صار في ابلكيشنز عديده بتعنى، يعني بتعرف تقريبا هذا الشخص شو اهتماماته. تمام. طيب دكتور، الشخصيه اللي بتغير دائما هي شخصيه شو؟ عباره عن شو؟ يعني ساعة حزينة، ساعة فرحة، ساعة بتحط سايلنت خطة كل الوقت، يعني عبارة عن شو؟ غالبا ده بيكون شخص متقلب المزاج دايما، يعني هو ما بيحبش يستقر على حاجة واحدة، نظر لان هو طبيعة شخصيته شخصية هوائية. يعني غالبا بنصنف الشخص دوت ان هو عنده مثلا انعدام في الثقة بالنفس شوية، فهو بناء عليه بيغير المود او ممكن يغير حياته كلها بناء على نغمة التليفون بتاعه. لان بالفعل يعني وده واقع فاحنا عايشين فيه، ان التليفون بقى دلوقتي حاجه اساسيه في حياتنا كلنا. يعني حتى بعض الاحصائيات والدراسات اللي اتعملت قالت ان متوسط تقريبا استخدام الانسان في اليوم ما بين كل 6 دقائق لازم يطلع على التليفون بتاعه. ونلاقي حتى الموضوع ليه مدلولات حتى مرضيا، دلوقتي بقى فيه فوبيا مشاكل بالنسبه لموضوع التليفون ده. لا شخص ماشي يعني هو بيطلع التليفون يبص فيه، ومع ذلك هو مش محتاج، مفيش حد رن عليه، بس هو بس بيطمن على وجود التليفون، تلاقيه ماشي كل شويه يحط ايده على جيبه التليفون معاه ولا هو ماشي حتى ماسك التليفون في ايديه، يعني المفروض ان انت تحطه في جيبك او تحطه في الشنطه. فكل دي مدلولات تقول لا الموضوع زاد عن حده وبدا ان هو يخش في اطار مرضي شويه. فاحنا كل اللي احنا عايزينه ان احنا لا يعني نبدا ان احنا نبص التليفون من نظره انت اصلا مشتري التليفون ليه. فهو لو قدر يحدد حاجه زي كده هيقدر يستخدمه استخدام ايجابي. طيب الاشخاص اللي ما بيغيروا ابدا الموبايل، يعني بعدهم في اشخاص بعرفهم عندهم الطراز القديم جدا، هن اشخاص شو؟ والله انا بعتبر ان دول اشخاص يعني عاديين، يعني دول ناس طبيعيين، لان انا دايما بقول الشخص اللي بيغير التليفون هو حاجه من اتنين،
يا اما الشخص اللي هو العادي اللي هو اصلا انا بغير التليفون عشان خاطر في امكانيات جديده انا محتاجها فعلا في شغلي، في حاجات هقدر استخدمها بالفعل. انما النوع الثاني اللي هو النوع المرضي اللي هو بيحاول يعوض مشاكل عنده زي مثلا الواجهه الاجتماعيه، يعني ممكن تلاقي واحد يروح يشتري تليفون ويروح يقسط فلوسه وهو اصلا معهوش ثمنه، بس مجرد بس ان انا معايا تليفون كذا. طب هو ليه بيعمل كده؟ لان هو عنده مشكله نقص، هو عنده مشاكل داخليه فهو بيحاول يعوضها من خلال التليفون اللي معاه ده. زائد ان هو بيحاول ان هو يظهر للناس كلها ان هو شخص مثقف جدا، بدليل ان هو فاهم في التكنولوجيا الحديثه ديت، مع العلم ان ممكن تلاقي ان ما يزيدش عن 5% من استخدامات التليفون او الامكانيات بتاعته هو بيستخدمها. صح. بس هو مجرد بس بتعرفوا، لان احنا واثناء هذا اللقاء والحديث اكيد بعض الشركات عم بتحضر ابلكيشنز جديده، عم بتحضر كمان افكار جديده. لوين معقول يوصل هذا التطور محمود؟ انتم من خلال اذا بدك مراقبتكم تجربتكم، تمام، لوين رايحين؟ والله هو التكنولوجي مش هتقف عند هذا الحد، وهي في تطور مستمر. حتى اخيرا وانا بطلع على بعض الابلكيشنز اللي نزلت مؤخرا وتجربت حتى في جنوب افريقيا. مثل شو؟ ابلكيشن هي نزلت بس هي للطب وللدكاتره انهم يستخدموها من خلال الكاميرا، طب العيون، فان هو ممكن يكتشف امراض العين من خلال الابلكيشنز دي. أوه. بتوجيه الكاميرا على العين. فدي حاجه مفيده جدا، وانا شايف ان لا يعني الابلكيشنز مش هتقف لحد هنا. حاجات طبعا وحتى موجوده في مصر احنا بنستخدمها في حياتنا اليوميه، ابلكيشن لتاكسي مثلا. وده يعني انا شايفه ده حاجه كويسه جدا، بيوفر مش زي فرص عمل بس امكانيه ان الناس تشتغل اكتر. يعني بدل ما سائق التاكسي يقعد يلف طول النهار او يقف في مكان يستنى حد يركب، لا دول بيعملوا بيسجلوا مع الشركه المالكه لهذه الابلكيشن، وهو مثلا في اي منطقه يتصلوا بيه يروح مثلا. فدي الابلكيشنز لا يعني مش هتقف عند هذا الحد. مطمئنه هو بتطور مستمر. مظبوط. اي رنه حاطط رنه كلاسيكيه من التليفون ولا كلاسيكيه؟ من الجيل المتوسط. لا مش